يا عمر كنت فين؟ في يا بنت ما كنت فين يا اللي تتشكف مصاريف؟ طب اهدي طيب اقول لك كل حاجه. بقول لك كنت فين يا بنت؟ اهدي يا الله. كنت فين؟ طب ولما تشك انا في مصاريني دلوقتي انت تعيشي ازاي؟ وات طب شبيك لبيه. كنت فين؟ كنت بقلب عيشي شويه. شوف انا قلت لحسن ان انا اللي قلت لك خد الواد وشلت الليله عنك وسحبتك كيف البهيمه من تحت يده بس واللي خلق الخلق. اهدي بس ايه لازمته الكلام ده؟ طيب كنت فين؟ نزلت مصر اقلب عيشي شويه. اشمعنى؟ هو ايه اللي اشمعنى؟ هفضل عايش في المخروبه دي ولا ايه؟ وانا انت مالك؟ وحياه اهلك انا كمان عاوز اقلب عيشي واشوف رزقي. هو بصراحه اه يعني حد يبقى عنده الموارد الطبيعيه دي كلها بيت ويسيبها كده دون استغلال؟ حد يبقى عنده الامكانيات دي ويغفل عنها؟ حرام يا بيت. هنعمل ايه؟ قول انت هنعمل ايه ولا اقول لك انا؟ اقول لك انا. طبعا انت عايزه تثبتي للزغلول انك عايشه والدنيا معاكي قلسته وزي الفل والناس حواليكي صح؟ صح. يبقى الخيش. الخيش ما تفكريش الخيش. وبعدين معاك يا فتحي انت مفيش فايده فيك؟ مفيش حاجه يا شمس قاعد بفكر شويه. لا دماغك عماله تودي وتجيب. احنا مش اتفقنا هتدوس على شطانك العفش ده؟ ماشي يا شمس اديني دوست على امه بس لازم تعرفي ولازم اصارحك ان اخواتك مروان وحسن مش عايزين يسفوا من ناحيتي. مروان لما جه المره اللي فاتت انا حسيت ان هو وراه بير كده انا مش عارف اجيب قراره. بير ايه وقرار ايه؟ مروان بيحبك قد ما بيحبني بالظبط. انت ليه مكبر المواضيع كده؟ ده بيعتبرك اخوه وشقيقه، عايز ايه اكتر من كده؟ اخوه وشقيقه كمان؟ والله يا شمس انت غلبانه قوي ولا انت فاهمه اي حاجه. مروان يا شمس زي ما بيقولوا كده بيعتبرني ابن البطه السوداء، لما بيبص لي كده بيبص لي من فوق من ورا قلبه، عمره ما كان صادق معايا. لا مروان صادق معاك، ما يعرفش اللوعة ولا الملوعة، وعلى كد حبه ليا حبه ليك. طب ويا ترى ابننا اللي جاي بقى ان شاء الله هيحبه بجد ولا هيحبه زي ما بيحبني كده؟ طبعا ده ابن اختهم الوحيده الغاليه شمس. شفتي اديك قلت ابن شمس ما قلتيش ابن فتحي. يا جوزي يا حبيبي زي ما بيقولوا عندك في البندر مفيش فرق بين الراجل ومرته، وانت ابوه وانا امه، وانا مش هبخل عليه باي حاجه من اللي حلتي. اللي ايه يا ماما؟ اللي حلتك؟ اللي حلتك ده كله في عيب مروان وحسن ومش هتطولي منه حاجة. بلاش تضحكي على نفسك بقى، ولو في يوم ادوكي حاجة عشان خاطر ابنك هيدوهالك كده وما بيقطعوا من لحمهم الحي. حسنة يعني ايه؟ فيك ايه يا فتحي عشان تقول الكلام العوج ده؟ ولا عوج ولا حاجة يا شمس، هي دي الحقيقة، هو ده اللي حاصل. وعشان اريحك انا من بكرة هنزل ادور على شغل، اشتغل بقى مع حسن مع مروان مع الجن الازرق. المهم اللي انا لازم ادور على شغل واشتغل عشان خاطر الواد ده. هو ده فتحي جوزي وراجلي وحبيبي وابو ولدي اللي راح وولدي اللي جاي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مروان اخوي حبيبي اتفضل اتفضل. جودك ربنا نورتنا يا اخوي خطوة عزيزة. تعالى بقى احضرنا في اللي بنقوله. احضرنا فيها يا شمس. ازيك يا مروان؟ الحمد لله. اللي هو ايه؟ فتحي عايز يشتغل. والله هو ده الموضوع اللي انا جاي لك عشانه يا فتحي، عاوزين نتكلم مع بعض كلمتين. اعمل لنا شاي. حاضر. اقعد. اتفضل يا مروان اتفضل. أنا ما عنديش حاجة أقولها يا مروان. هو أنا طلبت منك تقول حاجة؟ أنا جاي المرة دي عشان أطلب منك يا فتحي. تطلب مني أنا؟ أنا مش هقول لك أي كلام من اللي فات، ولا هقول لك أنت عملت كده ليه، ولا اللي قلته قلته ليه. أنا هطلب منك طلب واحد وعاوزك تنفذه. قول يا مروان. عاوزك تشتغل مع حسن. تروح للواد محروس وتاخده في يدك وتروح لحسن. وتقول له أنا راهن إشارتك من يدك دي ليدك دي، وعاوزك تبقى تحت رجليه ومطرح ما يروح تروح معاه، واللي يدعي له ترفع يدك وتدعي معه وتقول أمين، وأي حاجة يعملها تيجي وتقول لي عليها أول بأول.
هو ليه كل ده يعني؟ من غير ليه؟ هو احنا هنغني. طب وحسن يعني هيصدق ان انا عايز اشتغل معاه برضو؟ هيصدق، بس انت هعرضها معاها بابا، والشويه بقى بتوعك هتاخد منه اللي انت عاوزه. وعايزك كمان تقول له ان مروان خد سرايا كبيره في اخر البلد بعد ما عرف ان انت خدت سرايا في اول البلد. اقول تاني ولا فهمت؟ تمام. اول ما عرفت ان انت تعبانه جيت لك على طول. عامله ايه؟ طبق ما افتكرت يا بنتي. عايزه تعرفي انا عامله ايه؟ بطلع في الروح، بموت في اليوم 100 مرة. انت متعرفيش يا كريم انا جبت التصريح عشان اجي ازورك هنا ازاي. انا عملت المستحيل عشان بس تعرفي ان مفيش حاجه بعيد عن ايد ردال. قالوا لي ان انت قاعده في حبس انفرادي، عملتي ايه؟ بقول لك انا تعبانه، تعبانه قوي. انت ما بتفهميش، السجانه قالت لي ان انت اتجننتي، ان الناس كلها كانت خايفه تقرب لك. حلو قوي اللعبه دي يا كريم، حلو. صدقني انا ما كنتش اعرف ان دماغك سمه قوي كده. انا بشوفهم بيقعدوا معايا جنبي وبيكلموني. طب ما انا كمان بشوفهم يا كريمة، اه بشوف عبد الله، بشوف عمي، وبشوف فريدة. اقول لك على حاجة، انا بحلم كل يوم بشمس واللي عملته فيها. اقسم بالله، اقسم بالله لو ما تعدلتي لاكلك بسناني واجيبك من شعرك. هي دي كريمة، هي دي، هي دي امي اللي انا عارفاها. الناس كلها ممكن تتجنن، حتى جبرية نفسها ممكن تتجنن، انما انتي، انتي لا. اختك شهد فين؟ بعيدك ولا بتسأل؟ وحدني وزينب. والله انا رحت وقلت عشان تعرفي، بس مفيش حد في الدنيا باقي لي غيري. انا عايز اخرج من هنا.